ينزل على جناحي ملكين، روح ينزل على جناحي ملكين. اسمع، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه. ورب العالمين، حدثني رجل من أكناف بيت لحم قال لي: رأيت ابن مريم، وأنا كثيرا ما أحدث بالرؤى لأنها سنة، الحديث بالرؤى عمن تثق بدينه سنة، مش اللي حدثها سنة. فقال الرجل: رأيت ابن مريم يهبط من السماء. قال لي: عند دير، تعرفوا هذا في على مشارف بيت صفافة، أحسنت، هو هذا نيح، والناس ينتظرونه. قال لي الرائي كالنمل كثرة، فهبط، كانوا ينتظرونه، هبط من السماء معه مطرقة، مطرقة مواكبة العصر، يعني واضح أنه جاي يدغدغ العصر بما يحبون. فهبط بالمطرقة على رأس الدير وشرع يعني برأسها وأعلاها وجرسها تكسيرا، ففر كل من انتظره يمنة ويسرى وبين أيديه وبين خلفه ومن خلفه، كلهم فرش، جاءهم فيما يكرهون. مش هذا اللي بيستنوا؟ هم لا ينتظرون، لا يريدون رجل حداثي عصري.